السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا بصحه جيده يا رب، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. حلوه من حلويات العيد غريبه اللوز والكركاع، كتجي مشققه بزاف ولذيذه وسهله التحضير. خليكم معايا مع المكونات وطريقه التحضير. دونك البنات، هنايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنا ندير 400 غرام ديال اللوز مطحون، بودره انا كنشريه جاهز، 600 غرام ديال الكركاع حتى هو طحنته ولكن كيبقى شويه مهرمش، يعني ماشي مطحون بزاف. هنايا ضفت 240 غرام ديال السكر سنيده. غادي نخلطو هاد ثلاثه المكونات جيدا حتى كيتجانسوا لينا. غادي نضيفو البعض مع 4 ديال المعالق صغار ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش، معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف في الاخير البيض. عندي هنايا 4 ديال البيضات، في الاول غادي ندير 2 ديال البيضات ونخلط هاد المكونات جيدا. ودابا البنات غادي نضيف البيضه الثالثه. من بعد ما ضفت البيضه الثالثه غادي نخلط مره اخرى، وغادي وانا كنخلط وانا كندلك وانا كنخلط وانا كندلك حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون معلكه. ضروري تكون العجينه معلكه، هذاك الشيء علاش كنضيفوا البيض بشويه بشويه، ما نضيفوش كل شيء مره واحده. وانا كنضيف وانا كندلك، صافي هذه هي العجينه اللي حصلت عليها معلكه، يعني بقات لي بيضه، يعني في الاخير استعملت ثلاثه البيضات. ودابا غادي ندهن يدي بماء الزهر، وغادي نشكل كريات متوسطه الحجم، وغادي نرمي هذوك الكرات ديالي ديال الحلوه في سكر كلاصي، ويكون سكر كلاصي نوعيه ممتازه. كندهن يدي بماء الزهر ونشكل كريات متوسطه الحجم ونرميهم مباشره في سكر كلاصي باش كيتشربوا لينا السكر، وكنستمر بنفس العمليه. يعني كنديروا غير بشويه بشويه، كنديروا 6 الكرات 7 نديروا لهم سكر كلاصي ونحطوهم في الصينيه ديال الفران، وعاد نعاودو ثاني نكملوا. هنايا درت 5 ديال الكرات، انتما كنفندهم مزيان في هذاك السكر كلاصي، يعني خص يكونوا عامرين بزاف بالسكر كلاصي. يعني كندير لهم هذه الطريقه هذه، ونشدوا الكره كاع في يدينا ونرمي لها السكر كلاصي، ونوضعوهم مباشره في الصينيه ديال الفران اللي كنفرشوها نفرشوا ليها ورق الزبده. يعني كنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، يعني طريقه سهله جدا، وكنصحكم انكم تجربوا الغريبه، راه كتجي زوينه بزاف. صافي من بعد ما كنكمل هنايا كنضغط على الحلوه ديالي بالاصبع في الوسط، غير هكا شويه، غير هكا ضغطه خفيفه. صافي كنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وكندخل الصينيه ديال الفران لدرجه حراره 180 حتى كطيب لينا وكتحمر لينا شويه من التحت. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجت من الفران البنات. الريحه ديالها زوينه بزاف ولذيذه، والشكل ديالها عاطي. كنتمنى الحلوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها المائده ديال العيد ان شاء الله للحباب ديالكم ولوليداتكم بطبيعه الحال. ما تبخلوش عليا كيف العاده باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميل والبارطاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. مالي غير نقولكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع ديليشس كيتشن، فيديو جديد وحلوه جديده. مع السلامه وفي امان الله.